يمكن قبل 4 سنين كنا عم نشوفها بصورة تانية مختلفة عن هاي السنة. يعني بعد 4 سنين رجعنا شفنا الأغنية بصورة جديدة. هي الأغنية من كلمات أستاذ عيسى سماوي، من ألحان أستاذ رامي كركر، توزيع أكرم أحمد كم. فيمكن لو اشتغلناها قبل 4 سنين يمكن كانت طلعت بصورة مختلفة تماما عن ما هي عليه هلأ. هاي السنة رحنا بتصور جديد بصورة جديدة، وحقيقة كانوا كتير مشكورين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على إنتاج هاي الأغنية أوديو وفيديو. فيمكن كانت الفرصة ملائمة أنه بعد 4 سنين يمكن اكتملت كل المحاور لحتى أنه نطلع بأغنية بروح نهار، وهي من إخراج أستاذ رائد عربيات. وطبعا كل الشكر لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون على هذا الإنتاج. وعدد المشاهدات لها كتير كويس، الناس كتير حبوها. يمكن شوي الأغنية شتوية، نحن لحقنا نطلعها بآخر الشتوية، بس بتوقع على السنة الجاي كمان تكون الأمور نجاح لها أكتر، لأنه ستايل الأغنية رايح للرومانس كتير، ويمكن الناس بالصيف بتحب شوي الأشياء الحركة أكتر من الأشياء الهادية. احنا عملنا كمان أغنية وطنية اسمها بلدي الأردن، وهي كمان من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ومشكورين عليها. ونفس المجموعة اللي أنا اشتغلت معهم بروح نهار اشتغلنا الأغنية الوطنية، وإشي كتير لطيف بتعبر عن هالحب لهالوطن اللي كتير كبير. وإن شاء الله قريبا جدا رح تكون خلص يعني نازلة موجودة على التلفزيون، وطبعا أكيد على السوشيال ميديا رح تكون موجودة. وفي تحضيرات كمان لأغاني الصيف، عم بيروح في أغنية صراحة خاصة عم نبلش نجهز لها، ما بقدر أني أحكي عنها كتير لأنه لسه كمان عم نبلور الأمور. ما بعرف في الفترة الجاي ممكن لوين الاتجاه يروح أو شو ممكن أنه نساوي، لأنه بتعرف هو الفنان بكل مرحلة معينة بتغير فيها وبتدرج حسب مين التيم اللي بيكون معاه، كيف بيصير وضع الفنان أكتر، والأمور هيك بتكون رحلة تدرج. فأكيد بطمح أنه أوصل لهاي المرحلة ويكون كل شيء مثل ما أنا بدي بإذن الله. هلا أول فكرة بدي أوصلها من هاي الأغنية إنه نحن عنا لهجة كتير حلوة وكتير ناعمة. صح يمكن في عنا قسمين، قسم بيحكي اللهجة البدوية اللي كتير تقيلة، وقسم بيحكي اللهجة العمانية الخفيفة. فكان التحدي إنه نقدم بلهجتنا العمانية الحلوة الخفيفة، بحيث إنه نحن نقدر نوصل لأكبر قدر من الصبايا والشباب اللي هم أوريدي كمان بيحكوا هاي اللهجتنا الحلوة يعني. فأنا دائما عندي إصرار إنه مثل ما هاللهجات التانية عم توصل، سواء كانت المصرية سواء اللبنانية سواء المغرب سواء العراقية، يعني كل اللهجات وصلت لكل الناس وكل الناس بتسمع أغاني منوعة. حل الوقت انه نحن الاردن كمان يكون لنا وجود ونقدر نفرض وجودنا بلهجتنا. فهو الصراحه كان تحدي كتير كبير، يمكن ما رح اشوف نتائجه هلا بس رح اشوف نتائجه لقدام. وانا دائما عندي اصرار انه نحن عندنا طاقات كتير ممتازه وكتير حلوه وكتير منيحه من شعراء ومن ملحنين من موزعين، فضايل انه نكمل هاي الصوره ونغني اغاني خاصه لنا بلهجتنا العمانيه تتوصل أكثر للدول العربية. وهي لهجة مفهومة لكل الناس سهلة، مثل ما نحن كمان تقبلنا اللهجة المغربية ويمكن تكون صعبة لنا ببعض الأحيان، لكن تقبلناها طالما أنه هالعمل عم بيتقدم حلو في محتوى حلو، سواء كان من توزيع من لحن من صوت للفنان نتقبل اللهجة. فهي هاي الفكرة بأغنية بروح نهار بالضبط، يعني هاي الفكرة بالنسبة لي. لأجمل لون حنساوي هاي الخطوة إن شاء الله، بس حتكون إن شاء الله ستيج كليب، وعم نفكر فيها أنه ناخدها يعني قريبا جدا. فإن شاء الله يعني خلال الشهر القادم، بنهاية الشهر القادم بنكون نحن نزلنا لأجمل لون ستيج كليب. هلأ تعنيني مشاركة جرش بشكل كتير كبير، أنا شاركت بال 2016 كانت بليلة أردنية، وهلأ بال 2018 عم نشارك مع نجم عربي. فهذا بالنسبة لي بحد ذاته إنجاز كتير حلو وكتير مهم. هلأ كمهرجان، هو مهرجان دولي ومعروف كتير على مستوى الوطن العربي، فيها مشاركة فيه بتعني كتير وكتير مهمة لأي فنان سواء كان أردني
أو سواء كان فنان عربي كله بيطمح يشارك بمهرجان جرش، وهو من المهرجانات اللي كتير قوية. الصعوبة الثانية، أو هي مش صعوبة، هو تحدي صراحة، أنه أنا أشارك فنان عربي بمستوى الفنان وائل جسار، قدي الناس بتحبه وقدي له جمهور كتير كبير، وقدي رح يكون في كتير ناس جاي أنها تحضره. فهذا تحدي أنه لإلي أنه أقدم أحلى شيء موجود عندي لحتى الناس كمان تطلع مبسوطة من حفلة، من الحفلة تبعتنا اللي رح تكون ب 21/7 إن شاء الله. طبعاً أكيد رح يكون من أعمال خاصة موجود، ورتبنا رح يكون في وصلة أردنية أكيد، وأغاني طبعاً عربية، يعني ممكن نقول شيء خليجي، رح نقول شيء مصري، بأحلى بروجرام ممكن أن نحن نقدمه للناس بالوقت الحالي. أنا مع المقولة، لأنه كتير يعني عم تكون السوشيال ميديا عم تاخذ مكان كتير كبير بين الناس، وهاي من الوسائل اللي كتير عم بتساعد لانتشار الفنان، مش بس الإذاعة، مش بس التلفزيون، السوشيال ميديا لعبت دور كتير كبير صراحة. وأنا يعني يمكن شوي بعيدة عن موضوع السوشيال ميديا إلى حد ما ببعض الأشياء، لازم أكون أكثر فيهم، ودائما بوعد الناس إنه راح أكون أكثر فيهم إن شاء الله إنه يتحقق هذا الموضوع. لا، ما بقدر أجزم 100% إنه الرقم بس هو الموجود، مع إنه لأنه في بعض الناس وبعض الشركات عم تطلع على الأرقام، وفي بعض الناس لا، عم تطلع على جمالية الصوت أو على جمالية الإشي اللي عم بيقدمه الفنان. فما بنقدر نحصر بس الفنان بس بموضوع الأرقام، لأنه نحن بنعرف أنه قدي مرات عم بيصير دفع لموضوع الأرقام، وقدي الناس عم بتحاول أنه من خلال هالمصاري أنها توصل لأكبر رقم ممكن. لو جردنا هالناس بس بطريقة تانية أو يصير تعامل بطريقة مختلفة موضوع السوشيال ميديا، يمكن الأشياء رح تبين على حقيقتها أكتر بكتير من اللي عم بيصير بالوقت الحالي، لأنه عم بتصير حرب أرقام، وهذا كتير غلط. يمكن شوي لسه مش عم نتقبل نسمع صوت النساء الأردني، يعني ببعض الأحيان بشوف هيك، يعني بفضلوا أنه يحضروا لفنان أكتر ما يحضروا لفنانة. شوي في صعوبة بهذا المجال لغاية الآن، يعني في شوية حرب قائمة إذا بدك، لحتى أنه كل حدا يفرض وجوده بالطريقة الصحيحة. لكن أنا متأكدة أنه لفترة كتير قريبة رح تبلش الأمور تتبلور أكتر، تتغير أكتر، لأنه بالآخر هالأصوات بدها تفرض وجودها وبدها تحقق اللي بدها تحققه. وبتمنى من الناس أنه يعملوا هيك معادلة متوازنة، بحيث أنه يعطوا فرصة أكيد لأنهم يسمعوا أصوات نسائية بمرافقة الأصوات الرجال الموجودة عندنا. صابت كتير، صابت شماغك الأحمر من الأغاني اللي كتير الناس حبوها، وقديه بتنحط على الإذاعات الصبح، وقديه الناس بتسمعها، وقديه الناس بتحبها. وبالرغم من اختلاف الصوت بيني وبين حسين، يعني أنا ستايل مختلف تماماً عن حسين السلمان، بس قديه الاختلاف أعطى مزج كتير حلو بهالأغنية، وقديه يعني قدرنا أن نوصل للناس الإشي اللي بدنا نوصلهم ليه. هلأ ما بعرف شو ممكن الموضوع، يعني مش خاطر على بالي موضوع معين، بس يعني أنا كتير من الناس اللي بيهتمني الكلمة. يمكن سبب التأخير شوي أنه ما عندي كتير كم كبير من الشغل، أنه الكلمة كتير بتعنيني، ودائما بتأثر فيها أنه أسمع إشي حلو، أسمع كلمة حلوة لحتى نقدرنا نعمل لحن حلو، حتى نقدر نعمل توزيع حلو، فهو الأساس بالكلمة. فأنا الصراحة يعني مش حاطة ببالي موضوع معين، العمل الحلو بيكون عمل حلو متكامل بغض النظر، بيكون كله عم بيكمل بعضه، من كلام، من لحن، من توزيع، من أداء للفنانين فيه. هلا أنا مرات بشوف يعني هي سلاح ذو حدين زي ما بيقولوا، أوكي إنه أنزل أعمال كتير معناه أنا متواجد على الساحة وبخلي الناس تسمعني، بس برضو الديل كم رح يأثر على النوع. فبصفي إنه أنا بس عشان بدي أكون موجود، فأنا أي إشي بدي أقدم للناس، وبتوقع إنه لا، أنا بهتم للنوع أكتر من الكم، مع أنه محافظة أنه صرنا بوقت أنه كل فترة معينة لازم ينزل عمل، فبخلال هالفترة سواء كانت 3 شهور بنكون عم نجهز لهالعمل اللي بده ينزل للناس. هلأ طبعاً أنه يكون شخص نقابي هذا إشي كتير منيح،
لأنه في حقوق معينة بتكون موجودة لهالإنسان. شغلة تانية، نقابة الفنانين عم تشتغل بصورة كتير قوية، في تحسن طبعا مع نقيب الفنانين أستاذ حسين الخطيب، ومشاركتي بجرش على فكرة من خلال نقابة الفنانين، فهذا إشي كتير مهم، يعني إنه هم اللي عم بينظموا للفنانين الأردنيين كيف عم بتتم المشاركة لهم بمهرجان جرش، وعم بيشتغلوا بصورة كتير حلوة، وعم بيشتغلوا لقدام أشياء كتير كويسة. فبالعكس يعني دور النقابة كتير مهم. هلأ سنويا ما بعرف كيف ممكن أنه تكون الظروف، لكن ماكسيمم لو كل سنتين مرة بيكون بالنسبة لي إشي حلو، لأنه هيك الفنان بيكون صار عنده كم كمان من الأعمال ليقدر أنه يقدمها للناس. بالآخر أنا فنانة بدي أثبت وجودي باسمي، بطمح أنه يكون كل هالإشي اللي بدي أقدمه جوا المهرجان من أعمالي الخاصة، مش أغاني عربية. هذا الشيء بده وقت طبعاً، وبده تجهيز، وبده أنه يكون هالفنان عنده كم معين من الأعمال الخاصة. هلأ كانت مشاركة كتير مهمة، مدير المهرجان أستاذ سمير صبري كان كتير معني، أنه يعني بيشتغل على المهرجان من سنوات كتير قديمة، والحمد لله وقتها أخذت مركز كتير مهم ولقب بالمهرجان. أنا بس المشكلة اللي صارت معي أنه بعد المهرجان هاي انقطعت فترة عن موضوع الفن بما يقارب قريب الأربع سنوات، فهذا الإشي اللي كان شوي صعب علي أنه نرجع مرة تانية على الساحة ونرجع نبلش من أول وجديد. فعمل لي اسم كتير حلو كان، وخصوصا أنه المهرجان كان حاضره من دول عربية وأجنبية كمان بشكل كتير كبير، وكنت سعيدة كتير بالمشاركة مش شوي. بس مثل ما قلت لك، فترة الانقطاع اللي صارت بعد المهرجان هي اللي عملت عندي مشكلة، أنه أنا صرت بعيدة شوي عن الساحة، فدايما الرجعة بتكون أصعب من البداية أكيد، لأنه بيضل عندك ناس جداد عم يطلعوا. الساحة الفنية دايما بدي أحكي لك فاعلة، دايما فيها ناس جداد، فيها ناس بتقدم إشي جديدة، فاللي بيبعد بتصفي عم ياخد وقت مضاعف لحتى أنه يرجع. فهذا اللي للأسف أنه صار معي، وإن شاء الله أنه هذا الإشي ما بيرجع مرة تانية بيتكرر، ونحن مكملين المسيرة بشكل كتير كبير. وأكيد عم بحضر لأغاني خاصة، إن شاء الله رح نكون دائما مستمرين مع الناس. مثل ما حكيت لك قبل، في تجهيزات، في أغنية تقريبا جاهزة بالوقت الحالي، بس نحن بدنا ننفذ، يمكن ما تنزل دايركت، ممكن ننزل إشي قبلها لسه ما بنعرف، بس عم نحاول إنه نجهز الأشياء قدر الإمكان اللي إحنا بدنا إياها، نقدر إنه نسلسل الأمور كيف بدها تكون مبينة للناس. وأكيد بطمح إنه يكون إلي أغنية بتتر مسلسل يعني، فإن شاء الله لقدام يكون هذه الخطوة موجودة. يمكن بحس إنه محتاجين لأنها تكون إيقاعية أكثر، تكون إيقاعية أكثر لحتى نكون قراب للناس أكثر، ومع طرح موضوع اجتماعي بعنيهم فرح يكون قريب لقلوب الصبايا والشباب أكثر. فلا أنا مع الرتم سريع. شكرا لشركة النموذجية للصحافة رم على الاستضافة اللي كتير حلوة اني اكون معكم اليوم، وسعيدة، وان شاء الله يا رب دائما منها للأحسن باستمرار. شكرا للدعم للفنان الأردني. بيروح نهار يجي نهار، لا مرسال ولا أخبار، دخلك يا طير الغرام هاتلي منه شو اللي صار، هو حبيبي ومن زمان سارق قلبي والأفكار. يا دنيا شتي شتي، طفي الشوق اللي بقلبي، حبيبي عني صار بعيد موعي معاد تكفي، هو نصيبي وحظي حبي مكاني هدي، حالي غير حال كل الناس، يا رب الصبر تودي.